يوصل الفرصة جود بيلي جو استناد على دروز عطينا جول. مباراة الكلاسيكو، مباراة برشلونة وريال مدريد، المباراة الأشهر على الإطلاق، يعني هذه المباراة هي الأكثر مشاهدة في العالم، يعني العالم كامل كيشاهد المقابلة هذه. الخوت ما تنساوش تخليو لنا الآراء ديالكم في التعليق وتعطيونا التوقع ديال هذه المقابلة، وشكون اللي غادي يفوز بهذه المقابلة، يعني واش الفوز الريال مدريد أو البرشلونة. المباراة اللي ما كتقبلش القسمة على اثنين، يعني المباراة اللي خص ضروري فريق برشلونة يفوز بهذه المباراة. أما بالنسبة لفريق ريال مدريد فعنده أمل كبير، حتى لو خسر المباراة يعني إمكانه ياخذ الدوري الإسباني، يعني غادي يبقى الفرق ما بين ريال مدريد وبرشلونة يعني واحد الخمسة ديال النقاط، بالحكم أن ريال مدريد عنده 78 نقطة، يعني أمل كبير ريال مدريد باش يحسم الدوري. بالفريق برشلونة الإخوان، يعني فريق برشلونة خصو يربح مباراة الكلاسيكو بالحكم أنها آخر مباراة الكلاسيكو هذا الموسم، ويتسنى فريق ريال مدريد ينهزم، يعني ضروري على فريق برشلونة إلا بغى يدي الدوري الإسباني، خصوصا أن هي البطولة الوحيدة اللي باقا بإمكان الفريق الإسباني ياخذها، هي البطولة هذه، يعني ما بقى لها كوبا دي ريل ولا شامبيونز ليغ ولا كأس الملك، يعني هذه البطولة الوحيدة اللي باقا الفريق برشلونة. أما فريق ريال مدريد فمازال له الشامبيونز ليغ، يعني يقدر يدي الشامبيونز ليغ واحد نسبة كبيرة الإخوان. أنا كنظن فريق ريال مدريد هو اللي غادي يدي الشامبيونز ليغ، يعني اللي فاز بالمباراة ديال مانشستر سيتي وريال مدريد هو اللي غادي يدي الشامبيونز ليغ، إلا لو وقعت شي مفاجأة، وكنظن أن هذا اللقب هذا غيكون من نصيب ريال مدريد. أما بالنسبة اللي غادي تكون ليه كلمة في هذه المقابلة، فكنظن أن الإخوان غادي تكون الكلمة بالنسبه لفريق برشلونه غادي تكون اللاعب يمين يامال او لا ليفاندوفسكي. اما بالنسبه لفريق ريال مدريد فغادي تكون الكلمه لاعب فينيسيوس جونيور ودريغو، يعني هادو هما اللاعبين اللي غادي يقولوا الكلمه ديالهم في هذه المقابله هذه. اما السؤال اللي غنخليه لجماهير برشلونه، يعني الى مشات ماركا اللاعب ابراهيم دياز، يعني الجماهير برشلونه المغاربه، يعني الى مشات ماركا ابراهيم دياز في هذه المقابله هذه، شنو غادي تكون ردة فعل الجماهير البارساوية المغربية؟ يعني واش غادي تفرح الى مارك ابراهيم دياز على برشلونة، او شنو غادي تكون ردة الفعل ديالك؟ انا بالنسبة لي الاخوان كنظن هذا راه واحد الافونتاج عند الجماهير ديال برشلونة، يعني الا مشات ماركا ولد البلاد راه، يعني الا ربح ولد البلاد راه خصك تكون هذا ربحات برشلونة، راه فريق ديالك هذا هو اللي كاين. خليونا الاخوان الاراء ديالكم في هذا الفيديو هذا، واعطيونا النتيجة ديال المقابلة، شنو التوقع ديالكم في هذه النتيجة ديال هذه المقابلة. وما تنساوش الخوت هذه راه كتبقى مجرد مباراة كرة القدم، يعني ما خصناش نشوفوا واحد ديال الاشياء كنشوفهم انا في النهار ديال المقابلة ديال ريال مدريد، يعني واحد الاشياء اللي ما كيشرفوناش احنا كمغاربة. احنا كنتفرجوا، شجع الفريق اللي بغيتي وشجع باحترام يعني، ولكن احترم، راه كاينين الناس كيجيو يتفرجوا في القهوة، يعني كيجي كيتفرج هو والعائلة ديالو، كيجي الاب والابن ديالو، كيجيو عائلات كيتفرجوا، يعني احترم، يعني لك كتفرج شجع بأدب، وهذه راه كتبقى غير كرة القدم. وإذا كنتي مهتم بهذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساش دير لايك للفيديو وتشارك الفيديو مع الأصدقاء ديالك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.